فأول صفة عباد الله أن تكون ذليلا على إخوانك، عزيزا على أعداء الله عز وجل، بخلاف المنافقين الذين هم في غاية الذلة مع الكافرين. كيف تسلم مسلمة عباد الله، كيف تسلم مسلمة موحدة إلى الكفار يسومون أسوء العذاب ويفتنونها في دينها؟ كيف وصل الحال بالذلة على الكافرين والعزة على المؤمنين؟ أن يسلم المسلمون عباد الله امرأة مسلمة أعلنت إسلامها وأعلنت توحيدها، أن تسلم لأعداء الله عز وجل يفتنونها في دينها؟ هذا من نواقض الإسلام عباد الله، وهذا مما يخرج من ملة الملك العلام عباد الله. ونحن في بلد أكثره مسلمون ويصل بنا الحال إلى ذلك، ذلة على الكافرين وإظهار للعزة، يكسرون على الأنياب القبيحة للمؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالعلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد وبذل الجهد في مقاتلة المشركين والبغاة. الجهاد عباد الله ذروة سنام الإسلام وسبب عزة الإسلام والمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعيد وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم أو حتى ترجعوا إلى دينكم. فسبب الذلة التي فيها المسلمون الآن أنهم تخلوا عن الجهاد، والجهاد من علامات محبة الله، لأن العبد يعرض نفسه للتلف أو للجراحة العظيمة. الله عز وجل لا يريد منا حبا ضعيفا هزيلا عباد الله، فقال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد. أخي إن متنا نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم بالرفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح؟ فمن للضحايا يواسي الجراح، فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد. لا يمكن أن ترتفع راية الإسلام ولا يمكن أن يعز دين الملك العلام إلا بالبذل والتضحية، إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذه حفنة من الألاف في أفغانستان يسومون أوروبا الكافرة وأمريكا الفاجرة سوء العذاب ويكبدونهم أفدح الخسائر. وسوف يأتي نصر الله ويتحقق وعد الله عز وجل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا
قد علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمن علامات محبة الله عز وجل الجهاد في سبيل الله. من علامات محبة الله عز وجل أن نجهر بكلمة الحق غير هائبين ولا وجلين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالذي لا يخاف في الله لومة لائم فهذه علامة على محبة الله عز وجل. فنحن ننصح الذين يعتلون المنابر والذين يتصدرون في الفضائيات إما أن تقولوا كلمة الحق لتبيننه للناس ولا تكتمون، أو تجلسون في بيوتكم لا تلبسوا على الناس أمر دينهم.